في مندلا داي ترامب يخسر تحدي الأخبار الكاذبة مباشرة على الهواء، فتشتعل منصات التواصل الاجتماعي انتقادا له. صرخات أحلام تدوي في منصتي فيسبوك وتويتر، والسوشيال ميديا تتفاعل مع أزمة الإسكان في الكويت ومع أوضاع موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا بكم في أنتم أونلاين في هذه الحلقة الجديدة، أقدمها وسجى مرتضى. مرحبا سجى. مرحبا. على واقع الاحتجاجات الأمريكية ضد التمييز، ضد العنصرية، وتطور الأحداث في الشارع الأمريكي، ماذا يحصل في بورتلاند؟ بورتلاند تشهد تواجد لقوات أمن فيدرالية تعتدي على المتظاهرين، تطلق القنابل المسيلة للدموع وأيضا الرصاص المطاطي، بالإضافة إلى اعتقالات غير مبررة. فيديوهات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن هناك أمر مريب يحصل في المدينة. لنشاهد مع بعض اللقطات. What are you doing? Use your words. What are you doing? Use your words. What are you doing? Use your words. What is going on? Who are you? NLG will get you out. What's your name? Tell us your name. What's your name? Okay, you're fine. We'll get you out. Bro, what? All right. We got you, friend. We got you. They're violating the U.S. Constitution. You are a hero. She's literally throwing up right now. That phone is not evidence. They're taking the cash out of my back pocket. Why are you taking her cash? How was that evidence? الامتعاض كان كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. حتى عمدة المدينة تيد ويلر انتقد الرئيس الأمريكي واتهم أنه هو المسؤول. يقول في هذه التغريدة سيد الرئيس إنه اعتداء على ديمقراطيتنا. أما السناتور عن ولاية أوريغون أيضا نشر فيديو لاعتداءات قوات الأمن الفيدرالية وعلق عليها بالقول: ترسل الحكومات الاستبدادية وليس الجمهوريات الديمقراطية سلطات مجهولة لملاحقة المتظاهرين. إن تكتيكات ترامب للقضاء على أي مساءلة غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن هذا ما كنا نريد أن نتكلم عن القوات السرية التي ظهرت مؤخرا في الشارع، وهناك علامات استفهام خصوصا من مناوئي وأخصام ترامب. إليزابيث وارن السيناتور تسأل في تغريدة لها: نحتاج إلى إجابات الآن. وأرفقت تغريدتها بهذه الصورة من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين. بدوره ستيف سميث في تغريدة له يقول: نحن نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، نراقب تشكيل شرطة سرية أمام أعيننا، هو أمر بغيض وغير مقبول لصالح أي وكالات يعمل هؤلاء الرجال. ما هي سلسلة قياداتهم وما هو اختصاصهم؟ بدوره روبرت رايتش يسأل: ما رأيك إذا رأيت هذا يحدث في بلد آخر؟ أخشى أن تكون بورتلاند مجرد اختبار لما يخطط له ترامب من الآن وحتى 3 نوفمبر، أي موعد الانتخابات الأمريكية. يجب علينا ضق ناقوس الخطر وأن نبقى متيقظين. الحقيقة المرة هو أنكم لن تكونوا آمنين في أمريكا، جو بايدن قالها مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي. لكن هل ستكون الأمريكيون آمنين في أمريكا ترامب؟ لنشاهد. The hard truth is, you won't be safe in Joe Biden's America. أمر يعني مثير للجدل حصل في الولايات المتحدة بالأمس مع ترامب كالعادة يثير الجدل كثيرا. لم يتمالك المذيع ومقدم البرامج فوكس نيوز كريس وولس نفسه وصحح للرئيس الأمريكي في مقابلة ما قاله عن أن جو بايدن يريد تفكيك الشرطة ووقف تمويلها. ترامب أصر على أن ما قاله صحيح، لذا جرى تحدي بينهما، يعني حاول ترامب أن يحضر مساعديه الميثاق الذي قال فيه بايدن ذلك، ولكن يعني لم يحالفه على قناة فوكس نيوز لم يحالفه الحظ. لنشاهد ما حصل في هذا الفيديو. Because they wanted to fund the police and Biden wants to defund the police. Sir, he does not. Look, he signed a charter with Bernie Sanders. It says nothing about defunding the police. Oh really? It says abolish. It says a fund. Let's go. All right. Well, get me the charter, please. All right. So that led to a very interesting exchange where he had his staff go out and get the highlights from that 100-page compact that the Biden team and the Trump team, rather the Biden team and the Sanders team had signed. And he went through it and he found a lot of things that he objected to that Biden has agreed to, but he couldn't find any indication, because there isn't any, that Joe Biden has sought to defund and abolish the police.
المضحك محمد أن ترامب أصر على هذه المعلومة وغرد بعد المقابلة قائلا أن الفاسد جو بايدن يريد أن يعطل الشرطة، قد يستخدم كلمات مختلفة، ولكن عندما تنظر إلى اتفاقه مع بيرني ساندرز وأشياء أخرى هذا ما يريد القيام به، سوف يدمر أمريكا. التفاعل كان كبيرا على هذا الموضوع، خسروا من ترامب وطلب الصحفيين بأن يقوموا دائما بتدقيق الحقائق مباشرة خلال مقابلاته أو مؤتمراته الصحفية. كيث يقول في تغريداته: ترامب يكذب كثيرا لأنه يعرف أنه يمكن الفرار منه، في كل مرة يكرر فيها كذبا واضحا للصحافة على الصحفيين أن يقاطعوه على الفور. حساب سكوت تاكيلر يقول إلى وسائل الإعلام: تفضلي بتدقيق الحقائق، هذا الغبي بهذه الطريقة كل يوم ويشجع على إحراج ترامب يوميا. المرشح الديمقراطي قاسم رشيد في تغريدته أيضا كتب: الرجل في السلطة يكذب، الصحفي يطالب بالحقيقة، الكذب يكشف، هذه هي الصحافة كما كان من المفترض أن تكون، أحسنت يا كريس والاس. بدوره برادلي ماس في تغريدته كتب: فقط أعترف أنك كذبت على كريس والاس وتخطى الأمر. محمد، يا تساهم عدم التزام إجراءات التباعد الاجتماعي وخاصة ارتداء الكمامة أيضا في الولايات المتحدة بارتفاع الأرقام الإصابات والوافيات في الآونة الأخيرة، الأمريكيون لا يرتدون الكمامات، هذا ما أثبتته صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق جديد لها، وأظهرت في هذه الخريطة الأماكن التي يرتدي فيها المواطنون الكمامات والأماكن التي لا، الألوان يعني الغامقة كما نرى هي الأماكن فقط التي يرتدي بها المواطنون الكمامات. وفي تغريدة لصحفي نسكن أبكان يقول: أن استخدام القناع مرتفع في شمال وغرب البلاد وأقل في السهول وأجزاء من الجنوب، لكنه يظهر أيضا العديد من الاختلافات المحلية الدقيقة. تباين في الوعي بين الولايات. صحيح. الصحيفة أيضا نشرت تحقيقا آخر يظهر أنه الولايات التي فتحت اقتصادها باكرا هي التي ترتفع بها الآن أعداد الوفيات، كما نرى هنا في هذا الجراف الذي يظهر أنه من 15 جولاي ترتفع الأرقام في البلاد. وأيضا في رسم آخر للصحيفة يظهر الولايات التي فيها ارتفاع الوفيات أخيرا منها واشنطن وهاواي وتكساس. ربما هذا الأمر ما دفع بعض الناشطين في أمريكا إلى إطلاق هاشتاج Why I Wear a Mask، لماذا أرتدي قناعا، ربما لمزيد من الوعي وحث الأمريكيين على ارتداء القناع، وكان ترند في البلاد لساعات. نعم، هناك بعض التغريدات التي يمكن أن أعرضها في هذا السياق. جويل تشالكن في هذا الإطار يقول: لماذا أرتدي قناعا؟ لأنني أهتم بعائلتي وأصدقائي وزملائي ومرضاي، لأنه إذا عملنا جميعا معا يمكننا هزيمة الولاء، لأن تجاهل الناس للمشكلة لا يسمح بحلها، ولأن هنا في النهاية ليس كل شيء يتعلق حولي أنا فقط. أما هذا الحساب لدان جيريس مع هذه الصورة كتب: لماذا أرتدي قناعا؟ لأنني أحترم الآخرين وأعرف أنه حتى لو كنت مصاب من دون أعراض فمن المحتمل أن أصيب أشخاصا آخرين. أما كارول لين فمع هذه الجيف المرفقة بتغريدتها: لماذا أرتدي قناعا؟ لأنني أؤمن وأستمع إلى العلماء، في إشارة إلى الطبيب فاوتشي كبير الخبراء في إدارة ترامب بالفيروسات، وهو يظهر كيف يسخر من ما يقوله ترامب، حيث يجمع دائما ما بين الخطاب السياسي والخطاب العلمي، وهو ما يناقض فعليا ما يريده فاوتشي دائما. محمد، إلى موضوع آخر في حلقتنا اليوم. اليوم هو اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، ويوم تحتفي به الأمم المتحدة بكل ما قدمه مانديلا للبشرية وبكل القضايا التي يعني قاتل من أجلها: حقوق الإنسان، حقوق المرأة، التعليم، الفقر وغيره. مانديلا كان أول زعيم أفريقي جنوب أفريقي يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. حساب الأمم المتحدة على تويتر تذكر هذه اللحظات، لنشاهد. What is it that we can and must do to ensure that democracy, peace and prosperity prevail everywhere? Our common humanity and the agency of the knock on the door of this great edifice demand that we must attempt even the impossible.
تم الاحتفاء بهذا اليوم بواسم مانديلا داي، تذكروا مقولاته وكل القضايا التي ناضل من أجلها خلال مسيرته. صحيح. طبيعة. التغريدة الأولى لليونسكو وضعت مقولة لنيلسون مانديلا وعلقت عليها بالقول: هو يوم مانديلا، دعونا نشيد اليوم به وبجميع الذين قاتلوا واستمروا في النضال من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان. أما اليونيسف على حسابها الرسمي فاستذكرت قطاع التعليم التي ناضل من أجلها وكتبت: التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم. في يوم مانديلا يتم تذكيرنا بمدى أهمية منح كل طفل الفرصة للتعلم، ولماذا لن نستسلم لنيلسون مانديلا؟ لأنه لم يستسلم. أما اليو أن أيضا على حسابها المتخصصة بالشؤون النسوية: لا يمكن تحقيق الحرية ما لم تتحرر المرأة من جميع أشكال القمع. في يوم مانديلا دعونا نحترم إرثه وننضم إلى النشطاء في جميع أنحاء العالم الذين يقاتلون من أجل المساواة. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا كان لها تغريدة في هذا اليوم: يجب أن لا يتم الحكم على الأمة من خلال معاملتها لأعلى مواطنيها، لكن على معاملتها لأقل مواطنيها. وطبعا تستذكر أحد أقوال نيلسون مانديلا. لا يزال التفاعل قائما بشكل كبير على خرق حسابات تويتر، منها حسابات باراك أوباما والعديد من الشخصيات كمايك بلومبرغ وغيرها. الشركة أعلنت الأحوال طالت شخصيات سياسية فنية مجتمعية. صحيح. وحتى شخصيات على مستوى العالم. صحيح. الشركة أعلنت مساء أمس أن القراصنة قاموا بتحميل معلومات شخصية ومنها الرسائل لثماني شخصيات، لكن لم تذكر من هي هذه الشخصيات. وأكدت أن هذه العملية تمت عبر أداة توفرها الشركة باسم يور تويتر ديتا. بدوره قسم السبورت في تويتر على حسابه الخاص الرسمي كان له هذا الاعتذار من المستخدمين على ما حصل، وشكرهم على صبرهم وتفهمهم المستمر أثناء التحقيق في الحادثة، ووعد بمواصلة تقديم التحديثات لمجرد عليها. نحن بدورنا لحظات ونكون وإياكم بعد هذا الفاصل مع بقية موادنا في هذه الحلقة من أنتم والله. من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أنتم أونلاين. يعني استجد وكأن لبنان لا ينقص المزيد من المشاكل المجتمعية المعيشية النقدية التي نبتلي فيها منذ أكثر من 8 أشهر: أزمة النفايات، أزمة الكهرباء والفيول، أزمة سعر الصرف، لتتجدد أمس أزمة كبرى على مستوى المعيشي. الجامعة الأمريكية في بيروت خصوصا المستشفى منها كانت تطرد 800 موظف بشكل مفاجئ، شكل صدمة في الشارع اللبناني. هذه التويت لعبد اللطيف حكواتي يعبر فيها ربما عن نبض الشارع على السوشيال ميديا أمس: طرد 800 موظف من الجامعة الأمريكية لا يكافح الفساد بحسب ما تدعي الجامعة، بل يزيد من الأمور سوءا. تويت لحساب لا برينسيس ليبانيز تقول: أين تذهب التبرعات التي تحصلون عليها، لسيما الأخيرة منها بقيمة 10 ملايين دولار من السفارة الأمريكية مؤخرا؟ وطبعا طغى الحزن على المشهد يعني لطرد هؤلاء الموظفين. هنا سحر نشرت فيديو لموظف من المطرودين يبكي وقالت: شو بعد فين حكى، هالكسرة والدمع بالعيون ما حدا بيعوضها، الله يكسر قلبه خاطر كل من ساهم بهاي الأزمة. أما قيصر فقال أنه لم أستطع أن أنتزع من عقلي مشهد الموظفين يبكون أمام الكاميرات حيث جردت الرأسمالية كرامتهم. وبالنسبة لليا نهرة فاعتبرت أنه من العار كيف أن يسعى شخص يسعى في حياته للعمل براتب يقارب 150 دولار بينما يستفيد الآخرون من الخدمات الكبيرة والحياة الفارهة. من العار أن شخصا قضى سنوات في خدمة مجتمعية يحصل فقط على نهاية خدمة 500 دولار. يعني هي بهذا الإطار يمكن أحد الصبايا حاولت أنه تنجد ولدة أحد المطرودين من الوظيفة. حسب هذا الحساب لمحمد جنون: تاكسي للبنات ضمن بيروت وضواحيها، الصبية بدأت تساعد أهلها لأن والدها توقف عن العمل رجاء الكل يدعمها وعرضت رقم هاتفها. ربما بحسب ما سمعنا بالأمس في الشارع اللبناني وعلى منصات التواصل قد تأخذ هذه القضية منحا سياسي، على اعتبار أن موازنة الجامعة الأمريكية مرتاحة وليس بهذه الطريقة يتم ترشيد الإنفاق في المؤسسات في ظل هكذا أزمة بل تعمق منها.
طبعا محمد لا يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية بلبنان بالأزمة الاقتصادية في الكويت، ولكن الأزمة تتصاعد في الكويت بعد أزمة العاطلين عن العمل، الآن أزمة السكن. المواطنون الكويتيون يقدمون طلبات إلى الإسكان في الكويت ولكن لا يتم التجاوب معهم، وهم يطالبون الحكومة بالتحرك سريعا في هذا الموضوع. نايف بن شرار يقول في تغريداته أن المواطن لكي يحصل على حقه في السكن الحكومي الذي كفل له الدستور يمر بمراحل من الانتظار تمثل ما اعتبره الفشل الحكومي في إدارة أهم قضية تمس المواطن. أما خالد العتيبي فاعتبر في تغريدة له مرفقة بصورة لكاريكاتور يظهر أن الشكاوى موضوع الإسكان كبيرة جدا. قال خالد: نناشد كل أصحاب القرار الفوري بالتدخل الفوري والسريع لتخليص الأسر الكويتية من كل السعين إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه. في الإطار نفسه فراج القحطاني في تغريدته يقول: بدل الإيجار هو هدر ومنفعة لجيب التاجر، عجلوا بالطلبات الإسكانية ليستفيد المواطن منها، ودائما عبر وسم السكن حق للأسرة. في الأردن أيضا كان بل حمد أيضا تحت الهاشتاج نفسه: سنوات من الانتظار، انتظار الرعاية السكنية وحق السكن رغم توفر الأراضي الشاسعة، نرجو حل القضية الإسكانية. طبعا كان كل ذلك تحت وسم السكن حق للأسرة، كان ترند لساعات في الكويت. صحيح. إلى قضية أخرى مؤسفة جدا، حوادث القتل والعنف الأسري في الأردن تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. أحلام هي فتاة ضربها والدها وأشقائها حتى الموت، هربت من المنزل ولحقوها وقاموا بضربها مجددا، والمؤسف في الموضوع أنهم جلسوا وشربوا الشاي بجانب جثتها كما يقول الجيران. القضية أخذت ضجة كبيرة في الأردن بعد سماع صوتها ربما. صحيح، صوتها ظهر في يعني سجله الجيران، كانت تصرخ بشكل كبير، لنشاهد. أطلقوا هاشتاج صرخات أحلام بسبب صوتها الذي ألمهم جدا، وترند أول في الأردن حتى هذه اللحظات. سامي يقول: قبل فترة إسراء غريب واليوم أحلام، صرخاتك مؤلمة لقلب كل إنسان يحمل الإنسانية، كيف لم يستطع أحد مساعدتها في هذه الأزمة؟ أما غيا فقالت أنها ستغرد باللغة الإنجليزية لأنه ربما إذا أصبح الخبر دوليا يبدأ المسؤولون الأردنيون والحكومة في الاهتمام والخوف على سمعتهم. كل أحوال أكثر من منصة خارج الأردن كانت تواكب هذه الحادثة بتغريدات دعم لهذه القضية، ربما الصوت يصل. يزن شاويش بدوره كتب: من طالب بمعاقبة الأب والأخوة وجميع من تواطأ وساعد على حدوث الجريمة، يا ريت يصير في عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للقاتل اللي بيقتل حدا من أولاده، لأنه هذا بيكون إنسان بلا قلب وبلا ضمير. حمد، يعني وفي الآونة الأخيرة كثيرة ما تحدث حوادث القتل والعنف الأسري، خاصة مع أزمة كورونا والحجر المنزلي، والأمم المتحدة شددت على هذا الموضوع أكثر من مرة. يعني نحن من هذا المشهد الإنساني المؤسف إلى مشهد آخر له طابع عمراني روحي أيضا وتاريخي. لم ننسى مشهد نوتردام، كنيسة نوتردام تحت في باريس قبل نحو العام، لتتجدد الحادثة المشابهة في فرنسا، إنما هذه مرة غرب البلاد في نانت مع كاتدرائية سان بيتر وبول. يندلع في الكاتدرائية عند 7 صباحا حريق كبير لهذه الكاتدرائية التي تعود العام 1434 ميلادي، واستغرق بناؤها 457 عاما. رجال الإطفاء طمأنوا الناس إلى سيطرتهم على الحريق، والتحقيقات بالحادثة مستمرة، حيث تبين أن هناك أكثر من مصدر اشتعال أدى إلى احتراق الكنيسة من الداخل، ولم يصب السقف بأذى. كانت هناك دعوات صريحة في فرنسا أنه علينا حماية الكاتدرائيات والكنائس، و للأسف كما في كل حادثة هناك أصوات نشاز بدأت تلعب على وتر الأديان بأنه ليس فقط الكنائس يجب أن تحترق إنما الجوامع، إنما هذه أصوات نشاز بطبيعة الحال بين الأديان السماوية وبيوت الله جميعا. محمد، ويبدو أن ليست هذه الحادثة الوحيدة التي تحصل في فرنسا في الآونة الأخيرة. جيمس هنا نشر خريطة تظهر حوادث احتراق الكاتدرائيات وأماكن العبادة في فرنسا، والتي تناهز 400 حادث، يعني لم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي لها. وأيضا هنا نشر أحدهم صورة الكاتدرائية وهي تحترق، واعتبر أن يعني أسف على القيمة المعمارية والفنية الكبيرة لهذه الكاتدرائية. وأخيرا صورة يعني للجانب الإيجابي من الموضوع، يظهر جمال الكاتدرائية من الداخل قبل احتراقها. كثير من التغريدات كانت تضمنت أنه في زيارات سابقة قبل سنوات يعرفون مدى جمالية وروعة هذا المعمار الذي يعود إلى القرن 15 ميلادي.
إصابة نجمة بوليوود في الهند أشواري راي بفيروس كورونا. الهند طبعا ثالث بلد بعد الولايات المتحدة والبرازيل الأكثر تضررا بجراء هذه الجائحة. أكثر من 1,000,000 مصاب، نحو 25,000 حالة وفاة. لأنه خبر إصابة النجمة كان ترند على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سيما تويتر، حسابات المؤسسات الإعلامية وأيضا من جماهيرها وعشاقها. كانت اليوم بإحدى مستشفيات مومباي عم تكون بحجر صحي، وبعد ما أثبت الفحص أنه إيجابي تويتر بالهند وحول العالم غص مثل ما عم نلاحظ سجى بالخبر، وأعربت التغريدات عن الأسف لإصابتها والتمني لها بالشفاء. ملكة جمال الكون بالعام 94 إذن هي بالحجر الصحي وتتعالج ربما أيام وتعود إلى معجبيها بخير. كان سبق دخول والد زوجها النجم الآخر أميتاب باتشان إلى المستشفى هذا الأسبوع أيضا بسبب الكورونا. وهم يحظون بشهرة عالمية محمد، ليس فقط شهرة هندية. قليلا ما نرى رؤساء يتفاعلون مع شعبهم بطريقة عفوية من دون أي تكلف أو من دون يعني تغطية أمنية وحماية أمنية كبيرة. هذا ما حصل مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، الذي راج له فيديو في الآونة الأخيرة وهو يسبح ويشارك المواطنين حياته العادية. وطبعا هو ملتزم بالكمامة، ليس مثل الكثير من الرؤساء الآخرين، وبلا حراسة أمنية مشددة. المشهد أعجب كثيرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يقول مارك لوان في تغريدة له ناشرا الفيديو: أحب هذا البلد، مشيرا إلى البرتغال وتفاعل رئيسه. أما يعني وتذكر المغاردون حادثة سابقة حدثت في أيار الماضي، حين رصد في إحدى السوبر ماركت وهو يقوم بشراء حاجياته بشكل طبيعي مع الناس من دون أي حراسة أمنية، وهو طبعا يرتدي الكمامة. يعني برغم من أن البرتغال من الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي، لأنه الرئيس مرتاح مع شعبه فبيمشي بلا حراسة أمنية بينهم. بعد كم من الأخبار اللي كانت بتاخد شوي طابع حزين إلى حد ما، بشرق آسيا كانوا عاملين حملة خاصة فيهم عن كلمة هابيست، بيضمنوها بضمن تغريدة وبيشوفوا بأي سياق تركب مع أي تغريدة أو أي صورة. كانت عم تكون ترند لساعات طويلة مبارح، نفحة أمل وفرح بعث جمهور تويتر بشرق آسيا بسط زحمة التغريدات والصور اللي بتعبر عن هموم وشجون الشعوب. انتشرت بكثافة مع صور وفيديوهات لتغير مزاج المغردين، فكانت ترند، وهذا ما بيعكس مدى حاجة الجمهور إلى مساحة بيضاء ببعض الأحيان تتسع فيها البسمة والتفاؤل برغم الظروف الصعبة. ربما نحتاج إلى هذا التفاؤل والفرح في الأول. مجرد ما طلعنا عليهم انبسطنا. محمد، كل هذه المواضيع وغيرها الكثير، الفيديوز، القصص التفاعلية والنصوص، نجدها على موقع الميادين باللغة العربية www.الميادين.net، طبعا موقعنا باللغة الإسبانية espanol.الميادين.net، صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك قصص جميلة جدا عليها، صفحة فيسبوك الرسمية، طبعا صفحة تويتر الرسمية، بالإضافة إلى حسابنا على إنستغرام، ولا نقدر أن ننسى التطبيق الإلكتروني أيضا. شكرا سجا، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. لطيب المتابعة، حلقة جديدة من أنت أونلاين. شكرا وإلى اللقاء.